Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil gawi sultanu al wadi burhanu al mabsud bil wujudi karamu wa ihsanu. Ta'ala majdu wa azuma shanu khalaqal khalqa li hikma wa dawa alaihi ilma wa basada lahu min faidil minnati ma jarat bi fi aqdaril qisma. فأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فاندثرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وضعترت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم رسول الله سلام عليك يا ربيع الشاه يا ربيع الشاه يا ربيع الشان ودرجي يا رسول الله sakinu laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan minasuruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asha sakinu laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan minasuruji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asha صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تتمنى للجلال من الصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد والتنوع على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سواعد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله وأمره مبلغ أهل الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين
المبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما عظمها من بلاد أكرم الله بها البشر، وما أوسعها من يمة انتشر سرها في البهر والبار. اللهم صل وسلم يا جل الصلوات وجمعها الزكاتيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بها قلوب نيات وبرز فيها بخلاف العهد الأكمل وقام بحق الربوبيات في موادين الإدمات لله وقمال عليه وغايات الإكبار صلاة يتسير بها روح المسل عليه به ويلبسد بقلبه نور سر تعلقه به وهم فيه ويقتب بها به لا يجلي به على الحسن الذين رزقوا سعادة المجد بقربه ودفع الغزل على شرف العز السليم وديه بما ترى الاقوال من شر ذكره النسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنت نور الله فجرا جئت بدلا وسري يسرا ربنا عليك كنورا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي أنت أنت إن هود الريح أنت حاد وصفيع يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك Peace out.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر دين المعين بظهور نبي أحمد، ظهر دين المعين بظهور نبي أحمد، يا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Walau alhamdulillah di latan asra puradu bide adad la yamallu takraru bi kasarati taradat hayatu abarada min alim al imkan surata al insan li yatasharaba bi juri tagala wa tantasir asraru fil aghwan wa ma min sirri tasrabi qalbu munib illa min sawabi fadlillahi ala hadzal habib. يا قلبي يا Yeah.
صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. فهين قربا ونوطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب. وأمطار الجود الإلهي وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان كاملا في عالم الظهور نور نورا فاك كل نور وأنبت الحق وقم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة يحضر عند وضي أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا السمات الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قامس الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانبلغ سبل الكمال من النور يا نعمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله سلام عليك
Kirimkan, kita berdoa tutup dengan doa maulid kita malam hari ini. Niatnya ada hajat ya, semoga hajat pondok pesantren kita ini
dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembangunan pondok dan seluruh santri, santriwati, ustadz-ustadz, semua yang ada di tempat ini, hujan malam Jumat berkah. Ya? Insya Allah hujan malam ini pertanda Allah berikan kepada kita banyak keberkahan. Amin. Amin. Alamin. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala hadani wa ala kulli niyatin salih Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fikru min dirail ashabil Muhammadati ugula da wajhatu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'al sa'yi fihi mashkura wa fihi fihi mahmuda wa yaktub amali fil amal maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khali wa silatil mawsula Allahumma ya man ilayhi tawajjal amal wa ta'udu dhafira wa ala babi izzatu durial wa taghsha minhu al quyudatul ghamira la tawajjahu ilayhi asrafil wasail ladaik سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين تصلي وتسلم على تلك الفاتحة الكاملة مستودع أمانتك وعبيد سري وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب الأكبر المحدث بشرف الأفخار من كل مواطن مواطن قربي ومظهر كاسدادك في عبادك وسجل شرشاري بأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العالم المحبوب الحالس المحبوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة إكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتواصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعاية وحسن بغايتك وأن تبلغنا من أسرب القرب إليك ومن إلى هذا الحبيب غاية أمرنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعل من أدرى هذا الحبيب من راضين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم لا نضمن برحمتك الخاصة ولا تغرمنا وزنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا من نبيك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مشفعين أن تقابل المدين وبنا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن أصار هذا الحبيب وزاره وله وظاهر أم البركة وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وآل قدرنا وآدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وآدم راية الدين القوي بجميع الأقدار المنشورة ومعالم الإسلام بالإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والاقطار وايدهم بتعيين عندك ونجعل المعلين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الاسم العظيم من جميع البلايا في الاسم المكيمين بالنبي والخطايا وعجلنا في العمل بطاعتك وسجود بها اجمعين بغيمين واذا توفيتنا وتوفنا مسلمين ومين وختمنا بها اوصلتين على اير سيتو بخير اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم.